بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء مع قائد ميداني وطاقم الدبابة كتيبة أحفاد عمر. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مهمتكم في هذا الموقع؟ مهمتنا هو قصف مطار منوغ العسكري تمهيدا لعناصر الجيش المحلي لاقتحام المطار إن شاء الله. اللهم شد عزائمهم. أخي الكريم، هل سيكون رميكم رمي عشوائي أم ضمن أحداثيات؟ لا طبعا، ضمن أحداثيات ورمي مباشر إن شاء الله. إن شاء الله. السبب؟ السبب هو قلة الذخيرة شوي، يعني إن شاء الله راح نكون بنضرب أهداف مباشرة يعني. بالتأكيد، لأن الرمي العشوائي يحتاج إلى كميات ضخمة من الذخيرة. جزاكم الله خيرا. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!